أما المسألة الثانية وهي المسألة الثانية قلنا ماذا؟ من يبدع أحدنا ويهجره. نعم. هذه المهاترات القائمة بين بعض السلفيين الآن والتسرع في الأحكام والتبديع والتلفيق في ضوابط الهجر وعدم الوقوف عند ضوابط الهجر المعروفة شرعا والتي قررها العلماء القدامى لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهم، ويعني الحكم على الشخص من قبل أو تجريحه بسبب أمر وقع فيه خطأ وقع فيه أو ما يتوهم أنه خطأ وقع فيه أو ما يتوهم من أنه لماذا لم يبدع فلانا ولم يفسق فلانا ونحو ذلك، لا شك أن هذه الأحكام أحكام جائرة وليست من دين الله عز وجل في شيء. أحكم على مثل الشمس أو دع، فيعني كوني أتصدى لأي شخص وبدعه إما بطريق الإلزام قال كلاما توهمت أنه يلزم منه أنه قال كذا وكذا، أو بطريق بتر الكلام لأن البعض لا يخاف الله عز وجل مستعد من أجل أن يسقطك أن يبتر كلامك الذي قلته. وهذا يذكرني بما فعله محمد علوي مالكي في كتابه الذي يقول فيه مفاهيم يجب أن تصحح، عمد إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أورد فيه بعض أقوال المخالفين ليرد عليها، فهو المالكي أورد هذه الأقوال على أن شيخ الإسلام يقرها ليوهم الناس أن شيخ الإسلام ماذا يقر هذه الأمور، وهو لا يقرها وإنما أوردها لماذا ليرد عليه. فهو قال إن شيخ ابن تيمية هو يذكر كذا وكذا، نعم ذكرها للرد عليها. فهؤلاء فيهم شيء من هذا الشبه، يعني يأتي الآن ومن أجل أن يسقط فلان إما أن يلزمه بما لا يلزمه وإما أن يبتر كلامه وإما أن يحمل كلامه ما لا يحتمل وإما أن يقول أخبرني الثقات ممن هم معروفون بالكذب. فيعني هذه القضية خطيرة جدا، هذا المسلك هو الذي جعلني أجمع كتابا لعلكم قرأته ولو عن طريق البديف سميته تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام، كان العنوان الذي كتبته بين أصحاب المنهج الكرام، لكن شيخنا الصالح الفوزان حفظه الله الذي قرب الكتاب وقدم له قال لا اجعله على منهج السلف الكرام، فاستقر العنوان على ما ذكره شيخنا حفظه الله الشيخ صالح الفوزان. شخصت فيه الداء دون أن أذكر أسماء مدارات لإخوان مهما كان، حتى الذين أخطأوا علينا منهم نحن نستغفر الله لهم وندعوهم إلى الخير ولا نذكرهم إلا بالجميل، حتى ولو أخطأوا علينا نقول هداهم الله وأنا قد أحللتهم أيضا، أشهدكم أنني قد أحللتهم على ما نالني منهم من أذى، مع ذلك أنا قد أحللتهم وأسأل الله لهم الهداية والتوفيق والصواب وأن يهديهم وأن يصلح قلوبنا وقلوبهم وأن يجمعنا وإياكم وإياهم على هدي الكتاب والسنة. بقي أن أقول شيئا، أنا أرى أن لا تشغلوا أنفسكم بهؤلاء الذين يتسرعون في التبديع، ادعوا الله لهم وتقوم في حالهم ولا يعني تشغلوا أنفسكم بهذا، استمروا في دعوتكم وفي دروسكم الموفقة إن شاء الله تعالى وفي منهجكم القيم دراسة الكتاب والسنن، فيعني استمروا على ما أنتم عليه واستعينوا بالله، لا تلوكوا هذه القضايا حتى في مجالسكم كأنك لم تسمع ولم يقول، تجاهلوا هذه الأمور. أنا وجدت هذا هو العلاج،
لأن لو ذهبنا نجابه ونرد على كل كلمة تقال أشغلت نفسي وأتعبت ذهني وأيضا أكللت ووضعت جهدا في غير محل. لا تلقوها وتجاهلوها تماما. أنا أرجو أن يأتي اليوم الذي تنطفئ في هذه الفتنة بإذن الله تبارك وتعالى باللجوء إلى الله عز وجل وبالتسامح فيما بيننا وفي إحنا إذا دعونا التسامح سموه تنازل عن المنهج. إحنا لا نقصد والله بالعكس نحن ضد منهج الموازنات. تعرف منهج الموازنات؟ يعني الذي يقول إذا أردت أن ترد على مبتدع فاذكر ماذا؟ محاسنها أحسناتها أولا. أبدا هذا مرفوض. نعم لو جئت ترجم أذكر ما له وما وما عليه كما يذكر الحافظ الذهبي وغيره. لكن لما آتي لأرد على مبتدع على جهمي أو معتزل أو صوفي أو نحو ذلك أو حزبي لا هنا أذكر ما عنده وإن كان مسلما الله يتولى أمره. يعني لكن كوني أنا قبل أن أرد على مساوئه أو على خرافاته أذهب أمدح فيه لا هذا مو صحيح. لم يقل هذا أحد. هم الآن بعض الجهل بعض الذين لا يفقهون في المنهج الآن يتهموننا بهذا الأمر وكأننا ندافع عن المبتدعة. كيف دافع عن المبتدعة؟ أعطني دليلا واحدا. ولذلك أحد الإخوة قال لما لم تردوا على بعض إخوانكم الذين قالوا بكم ما قالوا وحذروا منكم ومن دروسكم؟ أقول أين العلم الذي أرد عليه؟ أعطوني مسألة علمية ذكروها أنا أرد عليهم. أما مجرد التحذير لا يعنيني بشيء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يصول علي الجاهلون وأعتني ويعجم في القائلون وأعرب ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ما كان يعني بل كان يتعامل حتى مع بعض المخالفين تعامل معينا في الرفق واللين وما إلى ذلك. ولا يعني هذا التنازل منه صلوات الله وسلامه عليه. لكن نحن نقول المبتدع المؤصل لا تجوز يعني مجاملته أبدا وإنما علينا أن نرد عليه أو نبتعد عنه نهجره ولا كرامة. مع هذا كله أحث الإخوة أن لا يولوا هذا الموضوع يتجاهلوا تماما وأبشروا بالخير. اسكتوا عن الأمر والله سوف يعني ينصفكم في من يتكلم فيكم. وأيضا إذا إن شاء الله يعلم الله أنكم يعني لا تريدون الخير وبالتالي قد يوفق الله لرأب الصدق وجمع الكلمة يوما ما ورجوع هؤلاء الذين يتسرعون في هذه المسائل إلى الجادة. نسأل الله لهم.